ما فينا ما نذكر وما مين مين بتعرفي عن برج العذراء؟ مين مين فنانين؟ عندنا ما فينا ما نذكر كاظم الساهر وائل كفوري. عندك هلا سرحان. هلا سرحان كمان جدا بتعرفيها. بدهم بتعرفيها كارمن؟ نعم بتعرفي هلا سرحان؟ ايه اكيد انه شخصيا لا بعرف بس انه بتعرفيها. ايه طبعا اوف كورس. كمان هي برج العذراء بدهم يحضروا حالهم، بدهم يحضروا حالهم انه اخيرا وصل الحظ لعندهم. هلا مش انه منو محظوظين، هلا بدك تقول انه كل انسان ماشي ماشي بحياته ومكفى، لكن احيانا في انجازات الواحد بيحب يعملها وما بيقدر. كنت انا مثلا كنت مربطه، طبعا بتحسي حالك مربطه، بتحسي انه ما عم تزبط، مثل انا كنت حابه اعمل كتاب انجليزي وحاسه حالي مربطه ما عم يطلع معي، بجرب بلش فيه ما بتزبط. ليش؟ الوقت مش مناسب. هلا برج العذراء عم بيصير فيه نفس الشيء، في عنده فرصه كتير حلوه، هلا هو الوقت لحتى يقطفها، ان كان انجاز، ان كان يمكن البوم مهم للفنانين، ان كان مثلا لك انت نضال، نضال برج العذراء بدك تحطي حالك بالجو، اذا في مثلا بروجي كبير دسم بيعني لك بعد 12 سنه تتذكري واو سنه 2016 كانت سنه مهمه بحياتي. هلا بهر بعمله رح بكون لانه البروجي بين ايدي ومش عم بعرف خالص. هلا مفروض رح بتشوفي السهوله يلي ببين يلي بيمشي فيها. هو بلش بدك تشتغل عليها، بدك تلحقي حالك. قصدي انه انا بلشت فيه للبروجي طبعا من بلشت حس بالسهوله، مع انه بعد حسيتي ميسره بعد ما مع انه 2016 بعد ما بلشت، بس عم بلش حس. بس الحظ بلش من قبل 2015 لانه المشتري وصل لبرج العذراء بقبل 2015. دق البيت من 2015. حضر حالك وما تتركي يمرق شهر من هون ما تكوني عملتي واسستي وبنيتي. انه كانك عم تقولي للعذراء عندكم هالثمان شهور صح عملوا فيهم كل شيء لانه كل شيء حيكون مسهل اكثر بعدين. من بروجي بعدين مين بده يتدخل علينا؟ عند العذراء ماشي حاله ماشي حاله. هيدي مثل الانسان بينتقل الى تنقول مؤسسه كبيره وبيقعد بينما وبصير عنده شهره وبصير عنده سمعه وبصير مشهور وبيكمل وبيكمل وبيكمل. بعد 12 سنه تانيين دولاب الحظ يمكن ينقله لمؤسسه تانيه، يمكن يسافر، يمكن يصير بشركه كثير كبيره. عم بتقولي برج العذراء 12 يعني نحن خلصنا 12 صح. هلا السايكل عم تبلش من جديد مزبوط. الدوره من الحظ حلوه كثير. خلينا نرجع انا وياكي لورا، خلينا نرجع 12 سنه لورا. انا 2004 2004 تقريبا بلس اور ماينس. لحظه 12 سنه يعني 2004 لورا. نعم. طب انا مزبوط اصدرت المجله ب 6 ديسمبر 2013 كان نقله نوعيه، كان حياتك جذريه جذريه كامله صح. خلصوا ال 12 خلصوا بنيتي عليها وبعدك فيها وماشي. هلا في عندك حجر ثاني، في مبنى ثاني مزبوط، في مبنى ثاني عندك. كان مبنى عملتيه اللي هو تنقول الجرس، هلا في عندك مبنى ثاني فيك تعمليه. وهذا حكي لكل العذراء جدي كل العذراء. المشتري بيمرق على كل الابراج، كل الابراج المشتري يعني هو الحلو الكوكب البيض هو كوكب الحظ. والزهرة ما كوكب الزهرة بس سريع كتير، ما بيسمح لك ما بيعطيك وقت تبني لأنه بيمرق مرور الكرام أبو نهار. بينما بس مهضوم الزهرة مهضوم. إيه هيك الناس بتربح حب وغرام. إيه حب وغرام باشن باشن سهم كيوبيد عرفت فلاش ضغري. ليه سريع؟ هو لأنه كوكب سريع مش مثل الجوبيتر والبطيئين. بس هذول اللي بيعطوك فرصة لحتى تبني، يعطيكي سنة تشتغلي وتشتغلي وتشتغلي وتفكري وبيضل الحظ عندك. مش انه صح تنقول انت بدك تبني شيء على اساس الزهرة جاية اللي عندك، ما الزهرة نهار تيجي بتلحق بتبني. طب ما بدك حظ يكمل معك لتأسسي بيكون راح وصار مطرح تاني ويمكن اشي شي كوكب اخر وقته ما حلو. طب سكرني رح خبرك انه رئيسين بالمنطقة هون هن العذراء، مش رئيسين زعيمين او قائدين حرب. نعم بحرب الشرق الاوسط هن برج العذراء. من اوغست
لهلا يلي هني بشار الاسد والسيد نصرالله. نعم. لازم من اوكست لهلا الانتصارات اللي عم يعملوها، بتوافقي او ما بتوافقي، منحب او ما منحب، من ايدهم او ما من ايدهم. برمة الحظ ومكفيين الحظ ماشي معهم. هلا في حظ عن كل مواليد برج العذراء، وانا بقول استفيدوا ولحقوا حالكم. هيدا بدنا نشوف بوتين، شو برج هيدا القطار، شوفي بوتين هيدا القطار، قيصر حاكم العالم. هيدا القطار اللي ماشي، هيدا القطار اللي ماشي. ما راح ينطر، بيوقف بيحمل حاله بيروح، ما بينطر مثل الاجانب اللي ماشي المترو ماشي، ما بينطر حدا. يا بتلحقوا حالك بتطلعوا، بعدين بيسكر الباب رايح مسرح تاني، مش على العربي قاعد، على اللبناني قاعد وناطر، لا انطرني انطرني، ما في حدا ينطر حدا، لا المشتري رح ينطر، وحتى زحل كمان بيجي بيدب وبيروح.